وأينما قلبت البصر في ربوع الجزائر يتراءى لديك الثراء والتراث والجمال بما فيها منطقة شناشن بتندو. فاطمة الزهراء بن عرفة. مناظر طبيعية خلابة تتميز بها منطقة الشناشن بتندوف، فالزائر هنا يشعر وكأنه يتمعن في لوحة زيتية تفتن الناظر. وإن بحثت عن البدو فتجدهم بالكحال، حياتهم بسيطة والكرم شمتهم. مليحة شناشن، الطبيعة نتاعها مليحة قاع، فيها الأشجار وفيها العرق وفيها مناظر زينة وفيها البل وفيها الغنم وفيها بلاك، مانيش عارف، لا مناظر طبيعية بصح ما قد نعبر لك عنها. شناشن رانا فيها منطقة كأي مناطق من نواحي تندوف، فيها مناظر طبيعية وتبدل بين الصيف والشتاء، الشتاء باردة والصيف حامية. الوجهة إلى شناشن مليئة بالاكتشافات، كما هو الحال بالنسبة لهذا الكهف الذي يروي عنه أهل الصحراء أجمل الحكاية، ودوره الفعال أثناء الثورة التحريرية، وهو اليوم محطة سياحية هامة لكل زائر. وحتى يتمتع السائح بجمال الطبيعة الصحراوية تبقى شناشن تنتظر الاكتشاف.